في المرمى وهذه العناوين. التعاون يقصي النصر بين جماهيره، ورونالدو يضيع أولى جزائياته في السعودية. الهلال يكرم الحتماوية برباعية ويعبر إلى ربع نهائي الكأس. في المباراة الأخرى، الفيحة يتجاوز العربي والرائد يهزم جاره النجمة. جيسوس يصدم في تركيا ويسلا لا يعرف الديربي قبل الأهلي. الاتحاد الآسيوي يوزع جوائزه السنوية والمسحل جائزة تقديرية. السلام عليكم. اختير القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا في حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي جرى في كوريا الجنوبية. بات عفيف أول قطري يفوز بالجائزة مرتين، متفوقا على الأردني يزن أنعمات والكوري يونغ وو. في الجهة الأخرى، فاز الكوري الجنوبي سون يونغ بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة للمرة الرابعة في مسيرته. سبق للاعب توتنهام الإنجليزي أن نال الجائزة أعوام 2015-2017-2019. وحقق الياباني جو أويويا إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول من يحصل على جائزة أفضل مدرب للرجال في قارة آسيا مرتين. كان الياباني قائد بلاده للتتويج في كأس آسيا تحت 23 عاما في شهر مايو الماضي. تركي العواد يلتحق بنا. دكتور مساء الخير، اهلا بك. هل فاجاتك النتائج دكتور في حفل الاتحاد الاسيوي؟ او خلينا نتكلم عن جواز التنافسيه بعدين نروح للتقديريه. جواز التنافسيه، هل فاجاتك النتائج؟ لا ابدا. طبعا هو المين ايفنت او الاهم جائزه هي احسن لاعب، ويعني نحن نعرف انه اكرم عفيف هو اللاعب الأبرز واللي والأكثر استحقاقا الحقيقة، يعني أهدى بلاده كأس الأمم الآسيوية وسجل 8 أهداف وهاتريك تاريخي في المباراة النهائية. يعني لا يمكن أبدا أنه يدخل في منافسة مع الآخرين. يزن نعيمات ما في شك لاعب رائع وساعد منتخبه للوصول للمباراة النهائية في يعني مشهد تاريخي غير مسبوق. سول ما في شك لاعب رائع، ولكن أنا قلتها أنه لإكمال النصاب، لأنه ما أعتقد أنه كان عنده فرصة للفوز ولا حتى يزن. يعني أكرم كان الأقرب للفوز والمرشح، وما في مجال أبدا للاعب آخر. أفضل لاعب خارج القارة كانت الأنظار تتجه لموسى التعمري على الأقل قبل الكوري هيون. شوف بالتالي خلينا نقول بسرعة يعني عن هالجائزة الغريبة الحقيقة. أنا بالنسبة لي هذه الجائزة غير منطقية. كيف؟ لأنه هذه الجائزة أقول لك يعني الجائزة أحسن لاعب اللي فاز فيها أكرم عفيف، هي الجائزة يعني غرابتها أنها فقط مخصصة للاعب الآسيوي اللي يلعب في آسيا. يعني إما أنك تقول لاعب الآسيوي اللي يلعب في آسيا وغير آسيا، أو أنك تقول اللاعبين اللي يلعبون وينشطون في آسيا بغض النظر هل هو لاعب أجنبي ولا غير أجنبي، وهذه موجودة في أوروبا صحيح بشكل كبير. يعني عندنا نموذجين، النموذج الموجود في أفريقيا هو اللاعبين الأفارقة النجوم اللي ينشطون في الخارج يفوزون فيها دائما وجائزة رائعة لأنه فيها نجوم، والعكس أوروبا اللاعبين الموجودين في أوروبا والمبدعين ويتنافسون عليه. يعني تخيل أنه هذه الجائزة اللي اليوم فاز فيها أكرم وهو لاعب رائع كان ينافسه كريستيانو رونالدو أو بنزيما أو نيمار أو متروفيتش أو واحد من النجوم. يعني
العدل أن يكون اللاعبين اللي ينشطون في آسيا بغض النظر عن جنسيتهم هل هم آسيويين أو غير آسيويين لأنهم ينشطون في البطولات الآسيوية. يعني بالنسبة لي تركيبة البطولة هي تركيبة غير منطقية، استثنت عدد كبير من اللاعبين خصوصا اللي يلعبون خارج آسيا أو اللاعبين حتى اللي يلعبون في آسيا من غير الآسيويين. فأتمنى أن يكون يعني في نظرة أخرى لهذه الجائزة على الأقل تكون أكثر إثارة وأكثر تشويق منها. نشوفها دائما جائزة مجرد خبر يمر تحت في العربية يعني الناس لا يعني يلفت انتباهها، مختلفة عن البولندور اللي شفناها البارح شلون الجائزة كان فيها تنافسية كبيرة لأنه في عدد كبير من اللاعبين، واحد برازيلي واحد إنجليزي واحد أسباني، هذه المنافسة حقيقية، أفضل اللاعبين يتنافسون على الجائزة الأفضل. فأتمنى يعني أن يكون في على الأقل إعادة نظر في هذه الجائزة اللي بقت لسنوات جائزة في الظل. جو أويا المدرب الياباني أول مدرب يفوز بالجائزة ما يدرب فريق أول، يعني لا نادي فريق أول يجيب دوري الأبطال ولا منتخب أول فاز بالجائزة وهو مدرب منتخب أولمبي، وهذا شيء يعني لافت للنظر في آسيا في هذه النسخة من الجائزة. ما في شك يعني أنه أول شيء نحققها مرتين، طبعا نعرف أنه مدربين الفئات السنية يستمرون لفترات طويلة وهذه أيضا تعطيهم يعني أفضلية على المدربين الآخرين اللي يقودون فرق أو منتخبات هم معرضين للإقالة، إضافة لأنه الثورة الكبيرة اللي تعيشها اليابان ما في شك أنه كثير من اللاعبين اللي يظهرون في المنتخب الياباني ويظهرون في الخارج هم نتاج الفئات السنية الموجودة في اليابان، ومنتخب الأولمبي الياباني دائما منتخب من المنتخبات الرائعة واللي تقدم مستويات، لذلك غير مفاجئ. كنت أتمنى أن يكون فيه مدرب سعودي موجود في 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 هذه القائمة أو مدرب ينشط أيضا في السعودية، ولكن هذه يعني فاتتنا أيضا. يعني على ذكر اليابانيين هم واضعين خطة أنه 38 يفوزون بالمونديال، نشوف عدهم يعني خطتهم تنجح ولا لا، إذا وصلوا نهائي يكفي الحقيقة. تركي غياب كبير للكرة السعودية على كافة فئات الجائزة التنافسية، الجوائز التنافسية كلها غياب كبير للكرة السعودية، ايش تعليقك؟ طبيعي بتال، هو انعكاس طبيعي هو انعكاس للأداء هو انعكاس. احنا لو طبعا هي تقيس موسم 23-24 يعني الى الصيف هذه التقيسه، ولكن احنا بناخذها ايضا خطوه اكبر نقيس من بعد 2022 نجد انه الكره السعوديه ليست في وضع جيد، لا فزنا بكاس اسيا الابطال اللي يعني فاز فيها الهلال 19-21 ولكن 22-23 ما استطاع الفوز فيها، المنتخب في كاس اسيا مشاركته كانت من المشاركات الغير جيده وخرج من دور 16 ويعني حتى في مجموعته كان عانى كثيرا للتاهل. الجانب الاخر انه اللاعبين السعوديين ما ينشطون خارجيا عشان نقول ينافسون على جائزه اخرى، المدربين ما عندنا المدربين اللي قادرين عنه ينافسون على هذه، كان سعد الشهري في الحفل الماضي وكان سالم الدوسري ايضا في الحفل الماضي بسبب فوز الهلال وايضا بسبب نتائج رائعه سعد الشهري، ولكن خلال سنتين الماضيه الاداء في الكره السعوديه في هبوط وهذا يعكسه بكل تاكيد، هذه الجوائز تعكسه. يعني اكرم عفيف فايز لانه يستحق هذا الفوز، ويزن عماد ايضا نافس لانه يستحق، ولكن ما في لاعب سعودي رغم ان سالم لاعب رائع ومبدع ويعني نتمنى النتائج كانت غير جيده لم تخدمهم في هذه القائمه. طيب في لم تخدمهم يعني ما أخذ بأبطال آسيا ولا وصل إلى مرحلة متقدمة في كأس آسيا. صحيح ولا هي سنة يعني نقول والله ولا هي سنة مونديال، يعني هذه مش سنة مونديال. تركي يعني الاتحاد السعودي كرم وليس فوز بجائزة، كرم بجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للمساهمة المتميزة، والبيان قال إنه استحق الاتحاد السعودي هذه الجائزة دورها الحيوي في دعم أسرة كرة القدم. طبعا هي جوائز تقديرية التكريمية وليست الجوائز التنافسية، يعني تجبر خواطر هذه الجائزة بشكل جيد للجمهور السعودي، يعني طلع المنصة رئيس الاتحاد السعودي على الأقل طلع الستيج. لا هي طبعا جائزة هذه في جوائز يمنحها الرئيس بدون اللجان، يعني هذه يمنحها الرئيس تقديرية يمنحها الرئيس، وهي شيء رائع انك تكون على الأقل موجود، وفعلا الكرة السعودية تدعم كرة القدم وتدعم الاتحاد الآسيوي ولها أيادي يعني بيضاء على
كرة القدم العالمية ونشوف النشاطات اللي قاعد تسويها جميل. كرة السعودية وتنظيمها وفوزها بتنظيم كأس العالم وأيضا فوزها ب 27 تنظيم كأس العالم ودعمها وتنظيمها الكثير من النشاطات الرياضية العالمية والإقليمية والمحلية وحتى الدوري. شفنا اللقطات في الكليب ركز كثير على الدوري السعودي. فعلا كرة السعودية تخدم الكرة ليست فقط الآسيوية ولكن العالمية. جميل. طبعا هذا واضح للعيان. إن شاء الله نشوف العرب يتنافسون أكثر والسعوديين في جوائز الاتحاد الآسيوي المقبلة طبعا بيكون حسم فيها لدوري الأبطال. المنتخبات أيضا تأهيل لكأس العالم ما راح يلحق على الجاية، يعني بيكون ما انتهت تصفيات على الأقل الملحق. شكرا دكتور تركي العواد. That's Nasser. People of Nasser are, they have hot blood. Tambushi. وقفة أولى بعد ذلك. النصر يخرج من الكأس أمام التعاون، رونالدو يهدر جزائيته الأولى. والهلال يتجاوز الطائي برباعية في حائل. حياكم الله. ختمت الثلاثاء منافسة الدوري ثمن النهائي من كأس الملك بأربع مباريات. النجمة والدعاء بخسارته أمام الرائد بهدف، وبدوره خسر الطائي في حائل أمام ضيفه الهلال برباعية قابلها بهدف. النصر والدعاء أمام جماهير بهزيمة بهدف دون رد أمام التعاون، فيما الفيحاء انتصر على العربي أيضا بهدف لا رد له. بدايات تاليسكا يفقد التوازن قبل التسديد. البرازيلي سقط مجددا بعد كرة مشتركة مع وليد الأحمد. أنجيلو يخترق مدافع التعاون، مايلسون في المكان المناسب. الحل للتعاون قد يأتي من كرة ثابتة، بينتو أيضا بثبات يمسك الكرة. الضيوف تخلوا عن الحذر، ماتيوس من المكان ذاته تقريبا يجرب التسديد من بعيد، ومحاولة ثالثة بأقدام بيدرو. وهنا سيماكان ينقذ فريقه من هدف محقق. القلق بدأ يتسلل إلى الإيطالي بيولي. ويسلي يسقط بعد عرقلة المهداوي، ورونالدو اختار التسديد في مكان الحارس قبل لحظات من انتهاء الشوط الأول. في الشوط الثاني غير بيولي ثلاثة لاعبين دفعة واحدة. توتر بين رونالدو ووليد الأحمد، وفي المدرجات صغار السن يستمتعون بوقته. وليد الأحمد يظهر مجددا، يرتقي ويهز شباك النصر. تاليسكا وبروزوفيتش يراقبان من دكة البدلاء. غريب توغل، لكن تسديدة لاعب النصر افتقرت للقوة. الوقت يمر بطيئا على أروا بارينا وسريع على بيولي والنصر. في الوقت بدل الضائع تسبب صاحب هدف التعاون بركلة جزاء ضد فريقه واعتراض قوي من لاعبي الفريق الضيف. رونالدو سدد وأضاع وصدم جماهير النصر التي كانت تنتظر تعديل النتيجة.
الدقائق التالية لم تحمل أي جديد، والتعاون يتأهل إلى ربع النهائي في أول لقاء يخسره بيولي منذ تولي تدريب النصر. عصام عامر، العربية. لك الشكر، هذا فوز بفضل من الله عز وجل، ثم الرجال اللي كانوا داخل الملعب إخوان اللاعبين، وبارك لهم وبارك للأجهزة الفنية والإدارية والجميع. اليوم ما كانت مباراة سهلة أمام خصم قوي جدا مرشح وبقوة البطولة، هاردك للشقاء في نادي النصر، قدمنا معهم مباراة كبيرة اللهم لك الحمد. اليوم نطوي صفحة كأس الملك، وعندنا مباراة مهمة بعد 48 ساعة في الدوري أمام الشقاء في نادي الخلود. لحظة البلنتي حق كريستيانو كيف كان شعورك؟ والله صراحة ما أكذب عليك، شعوري خوف يعني، لكن كان عندي إحساس إنها راح تضيع، والحمد لله الحمد لله ضاعت. يلا يعطيك العافية. شكرا. وش هالارتقاء العظيم ما شاء الله؟ يا رب لك الحمد، توفيق من الله. كيف شفت الهدف؟ والله لسه الحين ما شفته، ثاني مرة ما شفته في العادة. أنا أقول لك حلو. الحمد لله يا رب، الحمد لله مجهود زملائي. إنك تسجل اليوم قدام النصر، هدف كان جميل، تأهل فريقك أمام يعني أحد الأندية المرشحة للكأس. يا رب لك الحمد، جاء من توفيق الله ودعاء الوالدين، زي ما قلت نفرح اليوم خلاص، نستعد من بكرة إن شاء الله المباراة القادمة. تفرحت كثير على الارتقاء؟ نعم. جيت تتنافس ماجد عبد الله؟ لا لسه ما وصلنا مواصيل. لا لسه؟ هي. نذهب إلى عبد العطيف. عبد، حياك الله، خلينا نروح للفريق الفائز مباشرة. كيف شفت التعاون اليوم؟ أولا مسي عليك بتال وعلى جميع المتابعين برنامج في المرمى. فريق منظم، فريق هويته واضحة، يعرف كيف، أو خلينا نقول كيف أدار المباراة صراحة. أغلق المساحات، صفوف متقاربة، تحولات واضحة، يعني منهجية واضحة في الملعب، يعني تشوف طريقة لعب واضحة في الملعب، الكل ملتزم بمكانه، الكل صحيح. يقدم أدواره. أقول مبروك لفريق التعاون، يستاهلون، وهارد لك لفريق النصر، ويعوضونا في الجايات. طيب، فريق واضح عنده مدرب يعرف يوزع القطع في الملعب، نتكلم عن اللاعبين. كيف انتصر على بيولي اللي تحسه يجرب في فريقه، في لعيبه يلعبوا في خانات مش خاناتهم، يعني مثلا لو اول مره نشوف عبد الرحمن غريب مثلا يلعب 10، تاليسكا ما تدري وش يلعب الى انطلع، رونالدو صار يفتح كثير على الجناح، هذه الاشياء متعمده ولا اجتهادات من اللاعبين؟ اول خلينا نتكلم عن الفريق الفائز، هو لعب بالخمسة 4-1 واضحه جدا، يتتحول أحيانا إلى 5-3-2 بوجود بارو مع بيدرو. نعم. يعني هي واضحة جدا، لكن الالتزام كان كبير، اللي عجبني الالتزام الكبير من 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 اللاعبين، سواء كل خط أو المجموعة ككل، كتحركات سواء على الناحية الدفاعية أو حتى في الناحية، هما كان فريق يعتمد على التحولات. التعاون كان اليوم ما يحاول انه يبني او في زي المباريات الكبيره، ويمكن النصر سبب انه النصر كان يسوي ضغط عالي، كان استغنى عن البناء، لكن في فترات في مباراه التعاون لما كان ياخذ الكوره كان يريح بالتمرير بالتمرير بالتمرير. نعم. فكان هنا قوه استشفاء للتعاون في المباراه، او استعاده الانفاس و و و و ليعطون ليصير عنده قوه في الحاله الدفاعيه في الدقائق التالية. فبالتالي هذا كان أسلوب جدا جميل، وكان أيضا يوصلهم للمرمى، وكان يوصلهم غير التحولات. النصر، أنت قلت كلمة حلوة، هو التجارب، التجارب على مستوى التموضع، التجارب على مستوى تحس أنه بيولي ما زال في لاعبين غير مقتنع فيهم، في لاعبين إلى الآن ما هو قاعد يوظف بشكل كبير. مثال ذكرت أنه غريب اليوم لعب خلف كريستيانو وأمام علي الحسن وتافيو. أنت في مباريات كثيرة كنت تضع ساديو ماني بجانب كريستيانو في خط المقدمة، ليش اليوم طيب ما وضعت ساديو ماني مع، خاصة لما خسرت يعني صرت الآن متأخر ووضعت غريب على الطرف اليسار، يعني أنت الآن تحتاج إلى زخم هجومي أكثر، فبالتالي الزج بماني بعد خروج تاليسكا، نقول اوكي خرجت تاليسكا ثم حصل الهدف، كان من الاولى انك تعيد سان ماني زي ما عملت في مباريات كثيره بين ماني وكريستيانو، انهم هم يكونون المهاجمين، كان هذا افضل، انك صار في زخم وضعت غريب في مكانه ووضعت ماني في الاماكن اللي انت جربته فيها سابقا.
ففعلا تحس ان المدرب ما زال يتعرف على اللاعبين. النصر يفتقد الى الفعالية الهجومية، تحس ان الفريق اوكي يلعب فيه اثنين مهاجمين يلعبون فيه اثنين اطراف يلعبون، لكن ما تحس انه فعال، ما تحس انه عنده اسلوب في الهجوم، كيف يصل، كيف 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 يصنع، كيف تكون عنده حلول متعددة الخيارات. فريق تحس انه باهت هجوميا، فعلا هو باهت هجوميا، لا يستطيع انه يصنع الفرص الحقيقية. جميل، اول مرة اشوف رونالدو يسدد بهالطريقة. بلنتي، عندك تعليق؟ اعتقد شوف كريستيانو من القليل انه يضيع ضربة جزاء، لكن واضح الضغوط. هذه اول بلنتي يضيعها في السعودية، اولا فريقك خاسران. اي نعم، ما ادري هذه معلومة، ما ادري انت تتكلم اول واحد ابو سايد. اي اول واحد، اول بلنتي من يوم جاء السعودية. طيب طيب، انت وقت صعب وفريقك مهزوم وبطولة كأس، فالضغط كبير جدا، الضغط عالي جدا جدا، ف وهو اللي يعني بالعكس. لا انا اتكلم عبده، اتكلم انه سقف المرمى مش من اساليب رونالدو، يعني رونالدو دائما اسلوبه الزاويه الارضيه، الارضيه تحديدا، حتى العلويه ما يسدد فيها الا ما ندر. صحيح، سقف المرمى اول مره يسدد، اول مره يحاول يسدد في سقف المرمى. اتوقع الضغط 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 اللي على رونالدو، أيه، سواء من توقيت او نتيجه او مستوى فريق او حتى هو على مستوى النفس او الذهني، خروج من كاس الملك الاخير اللي كان في ضربات جزاء و فكانه تعاد عليه الضغوطات من جديد، وهذه طبيعيه. في الاخير انت تتكلم عن انسان لديه احمال، لديه ضغوطات، عليه ضغوطات، وضربه الجزاء قد تخرجك وتضيع تضاع. لكن هو انا اتكلم بالشكل العام، كيف النصر، كيف النصر لابد ان يصل الى قناعه انه الادوات اللي عنده ليست بذات يعني جودة. هذه الادوات ممكن اتقبلها قبل خمس سنوات او جوده الجوده. فبالتالي انا لما لحظه عبد السؤال وذكرت، معلش خليني استوقفك هنا، الادوات لا تملك الجوده الكافيه لقياده هذا الفريق، او ان هذه الادوات تمر حاليا باسوأ ما عندها؟ انت تعرف لاعب الكره احيانا يصير عنده في نفس الموسم ارتفاع عالي، مباراه مباراتين ثلاثه اربعه، احيانا توصل 10 انك تكون في تعك معك الكره، انت مجرب يعني هذا الشيء، احيانا الكره تطلع لك لسانها خلاص. صح صح، لا هي امكانيات، هي ادوات امكانيات، وذكرت هذا الكلام اكثر من مره واعيده. ومشكله النصر في التقييم الفني والاختيار الفني، وتكلمت هذه النقطه كثير معك ابو سائر. النصر لا أعلم ما هي معايير الاختيار، ما هي، أنا ودي أقعد الآن مع اللي يجي وما هي معايير الاختيار. في اثنين أنا أعتقد أنهم قلت لك هم على مستوى ممتاز وتستطيع أن تبني عليهم، والاثنين أصلا كانوا محل شك الموسم الماضي، لو الظروف ما خدمت في نوع معين كان رحلوا أو كانت الضغوط كلها لرحيلهم. فبالتالي أنا أعتقد النصر يعاني على مستوى الجودة والأدوات داخل الملعب. والمدرب ممكن نوعا ما اللي هو حالة غريبة، حالة غريبة. لا لا لا، بيولي ما زال حكم عليه مبكر، لكن أعتقد حتى 10 مباريات عبده، 10 مباريات أو حتى المود 10 مباريات حكم مبكر، الفريق كان منهار، الفريق غير جيد بدنيا. طيب. طيب. جيد فنيا، ادوات لم يختارها، ادوات لم يستعد معها بدايه الموسم. صحيح. انا اعتقد بيولي يتحمل، لكن هي نسبه بسيطه، لكن ارجع واقول النصر هي مشكلته في التحديد. انا عندي راي عبدو، يعني ما تشاركني مره، انا اقول المدرسه الايطاليه لا تنجح خارج ايطاليا دائما، ما تسوي نجاحات خارج ايطاليا الا ما ندر، طبعا انشيلوتي استثناء بتقول لي هو، وانشيلوتي ما رجع، ما نجح مع لا ايفرتون ولا مع تشيلسي، هو نجح مع اللاعبين الانديه التي تملك الادوات. يعني توافقني المدرسه الايطاليه ما تنجح خارج ايطاليا؟ لا لا لا، عشان ما نصير قاسي او كونتي. طيب. نجح في عده مدارس أو في عده انديه، لكن ممكن انت تقول الكره السعوديه ما 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 في، ما اذكر انه في مدربين ايطاليين كبار نجحوا في الكره السعوديه، هم كلها اصلا جو السعوديه، أصلاً كان نادر كلها جو السعوديه طبعا، وشوى سمعتهم كثير مانشيني، فما اظن ما حد يجيب بعد مانشيني احد. شكرا حد طيف يسوس، لن تكون ليلة سهلة.
هذا العجوز يريد أن يحطم الأرقام بعد أن تصدر الدوري. جيسوس منزعجا منذ الدقائق الأولى يريد أن يطمئن على نتيجة المباراة مبكرا للتفرغ للدربي المرتقب أمام النصر. الحمدان وكأنه وصلته الرسالة سريعا يريح مدربه البرتغالي بهدف التقدم في الدقيقة الخامسة. الحمدان حامل اللقب يعرف طريق الذهب. تركيز لاعبي الطائي كان عاليا في هذه المباراة وهو ما يفسره الرد السريع على الهدف المبكر للمنافس. أحمد الجويد يدرك التعادل لأصحاب الأرض معيدا المباراة لنقطة البداية. الكوكي مدرب الطائي طلب من لاعبيه الضغط أكثر على المنافس في مناطقه، وتوامبا برأسية كاد يسجل هدفه الخامس في تاريخ مواجهته أمام الهلال. نصر الدوسري كان قريبا من تسجيل ثاني أهداف الهلال وكرته تمر جانبية. ناصر فشل في هز الشباك قبل أن يعود ويضرب دفاع الطائي بكرة عرف خالد الغنام كيف يسكنها الشباك. الغنام في ليلة يظهر فيها البديل. الفار يراجع الهجمة وترقب في المدرجات قبل أن يعود الحكم ويؤكد صحة الهدف. الهلال شن الكثير من الهجمات الخطيرة على مرمى المنافس بحثا عن الثالث دون جدوى ليتقدم بهدفين لهدف في الشوط الأول. جيسوس حافظ على أغلب أساسيه في الدكة واضعا كل ثقته في البدلاء. دقائق قليلة والحمدان يبصم على ثالث أهداف أزرق الرياض. الفرحة استمرت والدور يأتي على البرازيلي ليوناردو مسجلا الرابع. المدرب البرتغالي منح بعد الدقائق لنجومه في هذه المباراة وكانوا قريبين من تسجيل خامس الأهداف لولا تألق الحارس. فوز عبر به الهلال للدور الربع النهائي في انتظار المنافس الذي ستحدده عملية القرعة. شوف احنا عملنا شوط طويل اعتقد محترم ومحترم جدا رغم انه الهلال سجل، لكن الفريق كان واقف في الملعب كان يعرف شنو يعمل من حيث يعني الحاله الدفاعيه الحاله الهجوميه. في اوقات كنا ضاغطين عالي، جاتنا عديد الوضعيات كنا قادرين نسجله، برغم سجلنا هدف كنا قادرين نسجله اكثر. سجل الهلال هدف ثاني. نقطه التحول في المباراه هي قبول الهدف في بدايه الشوط الثاني، أثر كثير على اللاعبين خاصة على المستوى الذهني. لقد كانت مباراة كبيرة بين الفريقين، لعبنا مباراة جيدة وخلقنا الكثير من الفرص. كان بإمكاننا تسجيل هدف التعادل، لكن الهلال تمكن من تسجيل هدفين في وقت قصير وحقق الفوز. لعبنا ضد فريق كبير يملك خبرة كبيرة، علينا نسيان هذه الخسارة والتفكير في مباراتنا المقبلة في الدوري. عادل بطي يلتحق بنا. عادل مساء الخير. دقيقة ولا نروح الأسئلة؟ مباراة مو صعبة مرة، ما تحتاج دقيقة صح؟ صحيح، حياك الله بالتحية. طيب خلينا أسألك مباشرة، أنت مع قرار جيسوس بأن شارك بفريق كل من البدلاء في الشوط الأول؟ أتفق معه تماما، إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لأن الفوارق الفنية كانت كبيرة واتضحت. تصريح الكابتن طبعا الكوكي مدرب جديد أعتقد للطائي، جديد قديم، وقال أدينا أدوار دفاعية بالتالي أنا لخص أي طبعا كان معهم من فترة طويلة، بس أقصد الفترة الأخيرة ما كان موجود. النقطة اللي أنا استغربتها لما قال الحالة الدفاعية الجيدة، أنا عمري ما شفت دفاع مفتوح وهو يلعب ثلاث سناترة حسين قاسم وبندر وحيشي والنخلي، ومع ذلك بتال الفريق يطلع بطريقة، أنت لو شفت كل الكرات الهجمات الخطرة اللي الهلال والأهداف ترسل بطريقة غريبة وهم يطلعون يعني تبغى تطبق مصيدة التسلل وانت طالع فاتح بهالطريقة، يعني بحقيقة هذه ملاحظة أكيد بيتداركها هو مستقبلا ويمكن التصريح، لكن أنا مع جيسوس في إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبين. وبعد الدقيقة 63 لو شفت نزل سافيتش ومالكوم وكان سيلو، كأن المسألة أصبحت استعراض قوة يعني خلاص للمتعة والاستمتاع وامتاع الجماهير. لكن مباراة رغم إيش رغم المباغتة تسجيل هدف التعادل دقيقة 7 قد يكون أحرج شوي أو وتر الأجواء، لكن رجع الهلال. طيب خلينا نقول الفريق اللي لعب شوط الأول اللي ما فيه أجانب
يمكن ما في إلا واحد وعدل لي إذا أنا غلط. من اللي يعجبك من الدكة اللي نزلوا؟ يعني مش اللي نزلوا، اللي شاركوا في الشوط الأول، يعني خلينا نقول، خلينا نحكي عن رصيد الهلال البنكي في البدلاء. الحقيقة اليوم عبد الله الحمدان قدم مباراة كبيرة بصراحة، ويلعب تحت رأس الحربة. أي. يعني يلعب 10 أو 9.5 سميها ما شئت. بتال أصبح يتواجد في مناطق الخطورة، تشوف حتى الكرات العرضية بتشوف يجيها من الحركة وليس من الثبات. اثنين، الهدف الثالث، على فكرة الهدفين سجلهم بالقدم اليسرى مي بقدمه الأساسية. بتال الهدف الثالث اللي سجله بصراحة متعة، لأنه شاف الزاوية ولعبها في زاوية صعبة، زي ما انتقدنا عبد الله الحمدان كثيرا أو الكثير. اليوم صراحة قدم مباراة، رغم أني ما راح أقول لك أنها يعني مباراة صعبة، لكن عبد الله يعني قدم مباراة. هو الأبرز من اللاعبين الهلال اللي كانوا يعتبرون بدلاء. متعب الحربي إلى الآن أشعر أنه ما تأقلم كثير مع الهلال. محمد القحطاني يؤدي بشكل ممتاز. خالد الغنام الهدف اللي سجله، هذا اللي أقولك على دفاع الطائي، التحرك في كل مرة تحرك بصراحة بشكل ممتاز، وتمريرة ناصر الدوسري، ناصر وكأنه يشاركون بشكل يعني شبه مستمر مع صحيح. طيب خلينا نحكي عن خالد الغنام. ما في أحد ينكر على أنه موهبة، حتى الكرة في رجله متعة، الكرة هو يلعب الأوفر، هو يتجاوز، هو يسوي كنترول، ممتع الولد، لمسته جميلة، لكن ما عنده استمرارية. تثق في أنه جسس يعيد موهبة خالد الغنام اللي صغير في السن، لسه 25 سنة، تثق بعد ما شفته في 3-4 مباريات كبديل واليوم شارك من البداية؟ لا أنا أعتقد أنه الأهم من خالد يثق في نفسه. خالد خاض تجارب في أندية كثيرة، لعب في الاتفاق والفتح والنصر، والآن يشارك مع الهلال. هو يبحث عن الفرصة، اليوم تجيك الفرصة من الباب الكبير مع الهلال، مع مدرب يعطيك بعض الدقائق، اللاعب اللي يعطي لو دقائق بسيطة. هو اليوم الهدف اللي سجله كأنه كان تحت ضغط كبير. اللاعب موهوب، بس بتال موهبة معطلة. طيب من السبب؟ أنا رأيي خالد نفسه. صحيح. خالد أنت تملك الموهبة لكن ما قدمتها لنا، حنا نشوفه بس ما نشوفه أحيانا في خلينا دقائق، نقول ما استثمرتها، ما نشوفه مع فريق، ما استثمرتها أبدا، ما استثمرها. صحيح. يعني هذه المفردة الصحيحة. إيه بتال. واليوم الكورة أنت اليوم لو تشوف حتى جسس وملاحظاته عليه أحيانا، كيف تتحرك، كيف تكون مع الظهير، كيف تدافع. اليوم أشعر أن اللاعب أو الكابتن خالد يريد، لكن أيضا تحتاج. وبالتالي فيه نقطة مهمة، الحديث اللاعبين مع المدرب. أنا أتمنى من الكابتن خالد أو من الكابتن سعود كريري يجلس مع اللاعب الحالة، مع جسس الحالة، يقول له شو النواقص اللي عندي، وش العيوب اللي عندي، وش اللي أقدر أعدلها. ترى حين الحديث الودي مع المدرب يخليك تتخلص على الأقل من الضغوط اللي عليك. وإذا شاركت في دقائق ما يكون عندك عب. الهدف اللي سجله بالتالي يؤكد أن اللاعب يعيش تحت ضغط، يبغى يقول خلينا نقول الفرحة اللي بعد الهدف، فورمة المباريات، الفرحة اللي بعد الهدف تدل على أنه عنده ضغوط. صحيح، هذا اللي أتكلم عنه، مع أنه كنترول رهيب، كنترول ممتاز. صحيح. والتحرك ممتاز. اي انا اقول هذا، اي والتحرك كان ممتاز. يعني كل هالامور عندك انا يا خالد، لكن المهم ان تستثمرها انت وتفيد فيها فريقك وترجع حتى للمنتخب. ترى سبق انضمه للمنتخب. صحيح، انضم للمنتخب مرات عديده، وكان نجم منتخب الاولمبي اللي راح كاس العالم، وهو لاعب حقيقه موهوب، موهوب جدا، لكن يعني عنده قدره كبيره ان يستثمر هالموهبه في عقوده المقبله. صحيح. الطائي يرجع ممتاز. والله اللاعب تصدق بتال، اكثر شيء عجبني في الطائي اللاعبين السعوديين. يعني صفوان، انا ما عجبتني الطريقه اللي لعبوا الثلاثه مدافعين، ما كان يحتاج المدرب شكله. صفوان الجهني انا شفته العام في الفتره الثانيه، الظهير اليسار، ولد ممتاز عمره 21 سنه. المدافع حبيشي او حيشي الحارثي عمره الظاهر 21-22 سنه. صحيح. الحارثي والجويد لعيبه بكل ما تعني الكلمه من معنى. الفريق يحتاج، بس بصراحه الاجانب اقل من اللاعبين السعوديين اللي اليوم شفتهم في الطائي. يعني هذه الملاحظه الغريبه، يعني كل ما شفت لاعب تحرك بصراحه جلست ابحث عن اسمه واحاول ادور، اتوقع اجنبي القاه سعودي، ولله الحمد طبعا القاه لاعب سعودي، وهذا شيء يسعدني. لكن اقول الطائي يبغى شغل بعد، يبغى شغل كثير، ويبغى استثمار اجانب، يعني استقطاب اجانب. هو فقد منسى بالمناسبه اللي انتقل للرياض. صحيح. يعني كان مكسب كبير للطائي بعد هبوطه، اعتقد انتقل اللاعب. تحتاج انك تبرك، انك متعودين توامبا بتال مو هو رأس الحربة، توامبا من أفضل اللاعبين اللي مروا على التعاون، كانوا كرأس حربة يمكن من أفضل اللاعبين اللي مروا عندنا.
كانوا اليوم هو رأس حرب اللي تتوقع منه على قد الفلوس يا ابو فهد. عقد فلوس قدامكم فتره شتويه عقد فلوسهم جايبينه ما عندهم فلوس شو يسوون عقد فلوس بس احيانا لا العين يعني ممكن على قد فلوس ان شاء الله يجيهم فلوس يندعمون يستاهلون ويجيبون الله يرزقهم ان شاء الله افضل من توامبا وافضل من وينسيهم من سعد برضه. شكرا عادل البطي. والحالة التحكيمية الجدلية التي يعني كانت على الأقل في مباراتي الهلال والنصر أمام الطائي وأمام التعاون على التوالي. عصام عبد الفتاح الدولي السابق يلتحق بنا. كابتن عصام يعني وحشنا واليوم من بعيد فناخذ اللقطة الأولى مباشرة. شباب انت وحشنا نبدأ على طول بمباراة الهلال. تفضل مباراة الهلال كانت الأولى. تفضلوا يا شباب. كان الحالة الأولى مطالبة الفريق الطائي بركلة الجزاء نتيجة لمسة يد. هنشوف هنا اللحظة اللي الكرة فيها لمست اليد هنلاقي يد اللاعب كانت قريبة من الجسم الحقيقي على الجسم يعني 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 لم تكبر جسمه فقرار الحكم وتأكيد تقنية الفار يد اللاعب ما كانت وراء كابتن. لا يعني الحقيقة لحظة لعب الكرة هو كان بيحاول يتجنب كمان ان الكرة تيجي في يده لكن لحظة استلام الكرة باليد كانت الإيد قريبة من الجسم ما فيهاش تكبير فهنا استمرار اللعب كان هو القرار الصحيح. قرار تقديري كابتن قرار تقديري ولا قرار نصا؟ لا قرار وفقا لمعايير واعتبارات لمس اليد. طيب أوكي خلينا نروح اللقطة اللي بعدها شباب تفضلوا. اللقطة اللي بعدها سقوط مهاجم الهلال بعد احتكاك مع حارس المرمى. هنا الفيصل من لعب الكرة الحارس. فعلا هنا حارس المرمى نجح في لعب الكرة فلا وجود لخطأ لأن الاحتكاك اللي حصل بعد لعب الكرة هو احتكاك طبيعي في كرة القدم فهنا كان المعيار الأساسي في هذه الحالة هو لعب الكرة وفعلا نجح الحارس فلا وجود لركل الجزاء. قرار صحيح قرار صحيح الحارس ما لعب الكرة واللاعب مع بعض في نفس التوقيت. لا بدليل أن الحارس غير اتجاه الكرة كاملا يا بتال. شوف الكرة راحت فين في الاتجاه اللي لعب الحارس فيه الكرة. طيب نروح اللقطة الثالثة في المباراة. اللقطة الثالثة أعتقد كان إلغاء هدف للهلال بتدخل تقنية الفار. هنشوف النتيجة لأن في لمسة يد. هل لمسة اليد دي نقدر نعتبرها مخالفة أو تعمد؟ هنشوف وضع اليد لما الكرة بتيجي في إيد مهاجم الهلال اللي هو سقط على الأرض. هنشوف هنا وضع اليد هنلاقي وضع اليد فعلا مكبر للجسم. هنا هتبان الايد هنا بعيده خالص عن الجسم مكبره للجسم. قرار صحيح لمسه يد ففعلا الخطا موجود. طيب. والغاء الهدف صحيح. نروح اللقطه اللي بعدها يا اخوان. هنروح لماتش مباراه النصر والتعاون. تفضل كابتن. هنشوف هنا مطالبه النصر بركله الجزاء. هنشوف ان مدافع التعاون نجح في لعب الكره والكره بترتد من مدافع النصر على يده ايضا اللي كانت في وضع طبيعي نتيجه لحركه الجسم فلا وجود للمس اليد الحين. طيب ما فيها جزائيه نفس لمسه ما فيها ركله جزاء. طيب نروح للقطه اللي بعدها. دي اهم لقطه عندنا النهارده بالتالي هي ركله جزاء النصر. هنشوف ان مهاجم النصر فقد التوازن عندما حاول يسيطر على الكره هتبان في الاعاده بشكل كبير. طيب فقد توازن لحظه كابتن فقد توازن لوحده مش بفعل فاعل الاول في البدايه اهو شايف هنا فقد توازن لوحده. هنشوف بقى راح فين هو لعب الكره فعلا. طيب بعد ما لعب الكره يا بتال ما راحش لاتجاه الكره راح لاتجاه مدافع التعاون. هتبان هنا في اللقطه دي يا بتال بص راح فين. صحيح. راح في اتجاه مدافع التعاون وما راحش لاتجاه الكره. شوف الكره راحت في اتجاه وهو راح في اتجاه اخر. انا شايف ان هنا حكم محظوظ ان ركله الجزاء دي ضاعت لان هي الحقيقه ركله جزاء غير صحيحه غير صحيحه الحقيقه. كابتن ليش ما راح يراجعها في الفار الحكم كان الفيديو متفق معاه. هو الفار هو اللي لو ما بيراجع الحاله الفار لو لقى في قرار مخالف لقرار الحكم بيستدعيه لكن هنا الحكم والفار الاثنين اخطاوا في هذه الحاله. كلهم متفقين على انها بلنتي. اتفقوا بس اتفقوا على شيء خطا الحين. طيب باقي عندنا لقطه هذه الاخيره. الاخيره فعلا. اي كابتن فيها مطالبات كثيره بكروت بطاقات صفراء. الحكم كان ادارته جيده للمباراه. الحكم بشكل عام ادى مباراه جيده ما عدا ركله الجزاء وكان محظوظ الحقيقه فيها ان هي لم يتم تسجيل هدف منها والا كانت هتبقى مؤثره
على نتيجة المباراة. أتكلم كشخصية في الملعب. لا أدى مباراة جيدة الحقيقة. هيبة الحكم كانت واضحة. شفت احتجاجات كثير كابتن عليه. رونالدو وليد الأحمد، رونالدو يدفع اللاعب قدامه ما تصرف، شفت يعني أكثر من قرار يعني من حالة. كان هادي شوية يا بتال. شوية كان هادي يعني. كان بيحاول يستخدم شخصيته في إقناع اللاعبين بعدم الإنساق وراء المشحنات والمشاجرات. فده شيء جيد في مباراة زي دي. شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق. They have to find people who die for Ahly. If you try to make me to dribble me, I will break your head. I said you cannot. I know and they know. وقفة ثانية بعدها. جيسوس في تركيا كيف كان؟ أما ياسلا فلا يعرف الديربي قبل الأهلي. بالكم العربية لا إله إلا الله ما شاء الله. كاليدو كوليبالي. حياكم الله. أسبوع الدربيات في الكرة السعودية، تمهيدا لهذه الدربيات مدربون الأربعة كيف كانوا قبل هذه الدربيات؟ ألقاكم. يقسم البوسفور مدينة اسطنبول التركية إلى شق آسيوي وآخر أوروبي. الأول تسكنه الطبقة العاملة وعامة الشعب، والثاني يقطنه وجهاء المدينة وكبارها. في القسم الأوروبي يحضر غالاتا سراي الشهير، ويقابله في الجهة الآسيوية فنرباتشي. كان إحدى محطات البرتغالي جيسوس. بين الفريقين ديربي يسمى الصراع الأزلي أو ديربي الكراهية. مرتان تواجد فيه المدرب السبعيني، خسرهما كليهما، وفي المرتين كانت الخسارة بثلاثية نظيفة، وهي آخر مباراة تولاها مدربا لفنرباتشي في الدوري التركي. ديربي الغضب أشهر من أن يعرف. في الموسم الماضي تلقى ميلان خسارة تعد الأقصى في تاريخه بالمباراة، كان يدربه ستيفانو بيولي، خسر يومها بخماسية لهدف، وهي واحدة من ست خسائر متتالية تلقاها ميلان وبيولي أمام الجار، كما أنه فشل في الفوز على ميلان يوم أن كان مدربا لإنتر، إذ تعادل في المباراتين ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها هدفان لكل طرف. في ديربي جدة سيكون على بلان أن يتولى التدريب في الديربي للمرة الثالثة فقط في تاريخه. مع الريان واجه العربي مرتين، خسر مرة وفاز مرة، لكنه قبل ذلك في تجربته في بلاده لم تسنح له فرصة خوض الديربي مدربا مع باريس سان جيرمان، لأن جاره باريس إف سي كان في الدرجة الثالثة، وهو حال أفضل من جاره وخصمه ماتياس يايسلي الذي يمتلك في تجربته التدريبية مباراتي ديربي
كانتا أمام الاتحاد في الموسم الماضي ولم يسبقهما أي ديربي له كمدرب في النمسا. محمد القناص، العربية.